احمد هجرس. يا الاخوة الاحباب، نواصل اللقاء والعطاء. من اراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن، ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن. نذهب الى محافظة الاسماعيلية مع فضيلة العلم القرآني الجليل الشيخ غريب قطب حسن، الذي اتى الينا من بداية هذه الليلة. يتفضل فضيلة الشيخ غريب قطب حسن الذي هو دائما وجهه حسن. يلا عم الشيخ غريب، الله يعين. خالص مدى بعد منعم سيدنا الشيخ صابر عيد، الآن مع فضيلة الشيخ غريب قطب حسن. خالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور محمد كمال المهر، عضو لجنة الفتوى والواعظ بالأزهر الشريف حق صابر الحويطي أنشاص الرم، الآن مع فضيلة الشيخ غريب قطب حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم قل أتعلمون
تعلمون الله بدينكم والله يعلم. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. إنما المؤمنون الذين آمنوا ثم لم يرتابوا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم أن أداكم للإيمان إن كنتم صادقين
والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن شيخنا الجليل بمحافظة الإسماعيلية ليلة الشيخ غريب الذي أمتعنا بتلاوته باسم فضيلة القارئ الشيخ مصطفى أبو هجرس. نشكر كل من شرف هذا المكان بالحضور، كل من جاء من دولة التلاوة وأهل القرآن، فكلهم أهل أدب وواجب.